السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لمسات جميلة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم طريقة تحضير طرطة غلاسي ملكية راقية في المنظر وبلا جيلاتين بلا قشدة طرية، كمناسبة لأي واحد غير مكلفة، كتطلع عليكم بثمن رخيص، وفوق هادشي كامل أنها كتجي رائعة وزوينة. نبدأ على بركة الله بالمقادير. وبالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو في التورته هذه، عندي جوج حبات من البيض، عندي واحد الساشيه ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام، غادي نحتاج واحد الساشيه ديال الفاني، وغادي نحتاج ساشي ديال الكاكاو، وبطبيعه الحال واحد القليل فقط راس الملعقه من الملح. غادي نطرب الخليط ديالي مزيان مزيان ان شاء الله، وغنتلاقاو باش نكملوا تتمه الوصفه. هل القمر عليه سافر في عينها شافر ووطانه لفتت عجلانة الله يديها خلت عنوانه بقلبه شاته ليه ودات ويلو يا ويلو يا ويلو كنخلط العناصر ديالي مزيان، البيض والفاني والملح اللي ضفت للخليط ديالي، كنطربهم مزيان مزيان، كنزيد الخميره الكيماويه وكنزيد الدقيق شيئا فشيئا، يعني الخليط ديالنا ما يكونش خفيف بزاف باش ما يهبطش لينا في الفرن وما تكونش ثقيله ثقيله بزاف. انا هنايا بالضبط خدت ليا 6 المعالق من الدقيق، انا الغرضي بالجينواز ما تكونش طالعه، غرضي تكون واحد الطبقه رقيقه فقط. من بعد غادي نجيب واحد المول دائري غنفرش ليه ورق ديال المطبخ، وغادي نخوي فيه الجينواز ديالي وغادي ندخلها للفرن ان شاء الله. والمرحله الثانيه ندوزو اللاموس ديالنا اللي غادي نطلعوها، عندي باكيه ديال لاموس ديال كريم ديال لاموس، خديتها درت معها كاس بارد ديال الحليب، غنطلعها مزيان غنطربها. ممكن تاخذوا لاموس ديال الشوكولا نيشان، انا غادي نزيد ليها باقي الكاكاو باش غتكون عندي واحد لاموس بالشوكولا. غنطربها مزيان مزيان كما غادي تشوفوا معايا، حتى كتقلبوا الاناء فاش طربتوا ما كطيح لكم لا كريمه لا حتى شي حاجه كما غتشوفوا معايا في الفيديو، باش تكون عندكم لاموس ناجحه 100%. وغادي نغطيها بالسلوفان وغادي ندخلها تبرد في الثلاجه حتى توجد لنا الجينواز، ونتلاقاو باش نمونطيو الطورطة ديالنا. هل القمر عليه سافر في عينها شافر
كنت عجلانة الله يديها خلات عنوان بقلب وشات ولا ولات ويلو يا ويلو يا ويلو. هنا من بعد ما طابت لي الجينواز ديالي خليتها يعني ما خليتهاش تبرد بقى سخونه سقيتها بكاس ديال الحليب. هنا ممكن انكم تضيفوا الحليب مع ملعقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان الا كان كتعجبكم المذاق ديال القهوه. انا خليت الحليب فقط سقيتها بالحليب. ممكن تسقيوه بالعصير البرتقال، ممكن تسقيوه باي نكهه نتوما بغيتوا. انا سقيتها بكاس صغير ديال الحليب حتى شربت لي مزيان داك الحليب. الجينواز كتبغي انها تسقى مزيان. ضفت لها طبقه ديال الكريم لاموس ديال الشوكولا اللي عندي، كنقاد الواجهه مزيان وكنغطيها بالسلوفان وكنخليها ليله كامله في المجمد. ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما غادي تجمد لينا لاموس اليوم الثاني باذن الله. هنا اليوم الثاني كنوجد الكلاصاج ديالي اللي غنكلاصي به التورته ديالي قبل ما غنخرجها من المجمد. كنحتاج الكلاصاج بلا جيلاتين، صراحه البنات كيجيو رائع هاد الكلاصاج. كناخذ واحد الكميه ديال الشوكولا على شكل مربعات او اي نوع من الشوكولا نتوما بغيتو. انا غنحتاج شوكولا اسود، عندي نصف كاس ديال العنبه ديال الحليب، وعندي ملعقه كبيره من الزبده. غادي ندوب هاد الشوكولا والزبده في الحليب حتى كيذوبوا مزيان، وغادي نضيف لهم جوج معالق كبار ديال الكاكاو مر. هنا الكاكاو اللي نوعيه جيده كيكون لون ديالو غامق، كندوزهم في الصفايه وكنصفيه مزيان من دوك الحبيبات، وكنخليه فوق عافيه مهيله حتى كيغلى ليا هاد الكاكاو، وان شاء الله نخلوه يبرد عاد نكلاصيو به التورته ديالنا. بالنسبه للكلاصاج البنات ضروري ما توجدوه حتى اليوم الثاني باش ما يخسرش ليكم وما يجمدش ليكم. هنا ممكن انكم تدفيوه الا لقيتوه جمد او شد راسو، تزيدوه القليل من الحليب فقط وتطربوه مزيان، ولكن ضروري ما تدوزوه فوق النار على عافيه مهيله. وهنا ملي تكونوا كتحطوه فوق النار ضروري من تحرك باش ما يتحرقش لكم داك الشوكولا ديال الكاكاو والشوكولا المربعات، ضروري من تحرك تقابلوه حيت شي شويه احساس ضروري ما تقابلوه وتخلوه حتى يبرد. وضروري ما تكون من طورته ديالنا بيان كونجلي مخارجه من الكونجيلاتور، ضروري تكون شي 24 ساعه ليله كامله كيف سبق ليا وقلت لكم. صافي غادي ندوزو نكلاصيو التورته ديالنا، ومن بعد غادي نزينوها على حسب يعني التزيين اي واحد والذوق ديالو، اي واحد وكيفاش بغيت يزين. انا زينت بالطريقه ديالي الخاصه، يعني داكشي باش متواجد عندي في المنزل ما كلفتش راسي، اي واحد يزين باللي بغى واللي متواجد عنده في المنزل. كما كتشوفوا الطريقه باش كنكلاصي التورته ديالي، خديت واحد جوج كيسان ديال العنبه درتهم فوق الصينيه وحطيت فوقهم التورته ديالي. كما كتشوفوها راه جامده، وخديت واحد الملعقه مزيان، خديت ملعقه دوزتها على الجنب، قديت التورته ديالي من دوك الشوائب باش ما يبقاوش باينين في الكلاصاج مزيان. كتقدو الجناب كتقدو الفوق مزيان وكتكلاصيوها مزيان وكتخليوها تقطر مزيان. دوك البقايا ديال الكلاصاج اللي كيبقى في الجوانب كيقطر حتى كتبقى التورته مكلاصيه بالقياس اللي هي باغيه. صافي البنات هنا كنخلوها واحد 5 دقائق حتى كيقطر مزيان داك الكلاصاج الزائد اللي كيكون في التورته ديالنا، وكنزينوها كنخلوها واحد 5 دقائق فوق الصينيه، وكنزينوها باي نوع تاع التزيين نتوما حبيتو بهذا الشكل هذا، وكندخلوها للثلاجه كنخلوها واحد ساعه حتى كيجمد لينا داك الكلاصاج على التورته ديالنا، وكنقدموها بصحتكم وراحتكم. بالنسبه للتزيين هذا هو، خديت واحد شويه ديال اللوز مهروش درتو في الجوانب ديال تحت ديال التورته ديالي، درت به خطوط من الفوق، خديت العقيق فضي زوقت به هكا شكل عشوائي، وغادي ناخذ شويه ديال الشوكولا درتو على شكل وريضات وغادي نزوق به التورته ديالي من الفوق. هنا ممكن ديروا شوكولا ابيض، ممكن تزينوا كما قلت لكم باي طريقه بغيتوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديالي، كيجي زوين وكيجي راقي وما تكلفوش ريوسكم باش كناخذوها بثمن شي شويه غالي، وهي تقام علينا في المنزل بثمن اللي رخيص ورخيص بزاف. وبصحتكم وراحتكم، ما تنساونيش بالضغط على زر الاشتراك ابوني، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديوهات الجديده ان شاء الله. مع تحياتي، الى اللقاء.